CS 130 Chapter 2 Operating System Structures مدرستكم باسمة هاني. هاي المحاضرة الأولى من الوحدة الثانية. هاي الوحدة تحكي عن Operating System Structures. قبل ما نحكي عن Structures محاضرة اليوم راح تحكي عن Services الخدمات اللي بقدمها Operating System. وراح تلاحظ انه معظم الاشياء اللي بدنا نحكيها اليوم كنا ذاكرينها قبل هيك. Operating systems provide an environment بيئة for execution of programs. اذا بتوفر لك بيئة مناسبة لتنفيذ البرامج and services to programs and users. اذا بقدم لك بيئة مناسبة لتنفيذ البرامج بقدم لك الخدمات. One set of operating system services provides functions that are helpful to the user. إذا راح يقسم لي services الخدمات اللي بقدمها الـ operating system لجزئين. الجزء الأول helpful to the user. إذا الهدف منه مساعدة الـ user. حط لي 1, 2, 3, 4, 5, 6. حط لي 6 نقاط تحت تسمية أو فائدة helpful to the user. إذا الهدف من هدول services الخدمات هي خدمة اليوزر. بعدين آخر ثلاث اللي هم resource allocation والaccounting والprotection and security حطهم تحت مسمى الefficiency efficient operation. إذا قسم لي services تبعون operating system لجزئين. الجزء الأول الهدف منه يساعدك، والجزء الثاني الهدف منه الإفيشنسي، ماشي، الفعالية. أول ستة حطهم تحت مسمى helpful اللي هم أول إشي user interface. أول خدمة بقدم لك إياها الأوبريتنج سيستم كمساعدة يساعدك يسهل عليك اللي هي user interface، واجهة. Almost all operating systems have a user interface. تقريبا كل الاوبريتنج سيستمز لها واجهه تشتغل عليها. انا لما بشتغل على الويندوز انا عندي امامي واجهه في ديسكتوب، في مجموعه من الايكونز. اذا انا بشتغل عن طريق واجهه، انا بتعامل مع الاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم من جهه ثانيه بتعامل مع الهاردوير. اذا يوزر انترفيس، almost all operating systems have a user interface. لازم يكون في واجهه اتعامل معها. هلا هاي الواجهه ممكن تكون جرافيكال، جرافيكس يوزر انترفيس، زي مين؟ زي الويندوز اللي بنشتغل عليها. اذا جرافيكس يوزر انترفيس. وممكن تكون كوماند لاين انترفيس. كوماند لاين انترفيس يعني بتعتمد على كتابه الاوامر زي الدوس. قبل ما تظهر الويندوز كان عندنا الدوس جامد، كنا نكتب الأوامر كتابة. إذا الواحد غلط بحرف معناته ما رح يتنفذ هذا الأمر، ماشي. إذا في عنا بعض الأوبريتنج سيستمز عبارة عن كوماند لاين، في بعض الأوبريتنج سيستمز عبارة عن جرافيكس يوزر انترفيس، وفي منها بعض خليط ما بينهم. إذا هاي أول خدمة بقدم لي إياها الأوبريتنج سيستم اللي هي واجهة التعامل، بتعامل مع واجهة. قبل ما تظهر الويندوز كنا نشتغل على الدوس. تعرف انه هون لو انا رحت على الكوماند برومت اشتغل عندي الدوس. هيك كانت الشاشة اللي احنا مجرد ما شغلنا الكمبيوتر زمان كانت تشتغل، هاي الشاشة السوداء. اوكي، هاي شاشة الدوس. كنا نكتب الاوامر كتابة. هو ايش معطيني هلا؟ انه انا على السي، على يوزرز، على دل، هذا الباث، الطريق وين أنا موجود حالياً، ماشي؟ السي اللي هي الروت. طيب جيت عملت cd backslash، cd يعني change directory، كنا نسمي الفولدر directory. cd backslash يعني غير الفولدر اللي أنا موجود فيها، رجع لي على السي، بدي السي المجرد لما حطيت cd backslash يعني على الروت، رحت على الروت اللي عندي اللي هو السي. السي عندي اللي هو الأساس بالهارد ديسك، في عندي سي وممكن يكون عندي دي وإي حسب التقسيمات الموجودة عندي حسب السايز لهذا الهارد ديسك. أنا حاليا على السي، ماشي.
إذا شو الأمر اللي استخدمته؟ CD change directory. إذا أنا ما عرفت change directory ما بقدر أروح على المكان اللي بدي إياه. كنا لما نكتب الأمر نكتبه كتابة مثلا make directory. Make directory. اعمل فولدر وين؟ على السي. اعمل لي فولدر على السي. بدي أسميها مثلا CS1. إذن اعمل فولدر على السي سمي لي إياها CS1. Make directory CS1. هاي انتر. أخذها بما أنه ما أعطاني إيرور أخذها. بروح هسه على السي بشوف هل صار عندي فولدر؟ هاي السي. هاي CS1 صار عندي فولدر اسمها CS1. شوفي هاي الفولدر فاضي هسا انشأتها. اذا انشأت انا فولدر اسمها CS1 وين موجودة؟ على السي. هون انا ما استخدمت الويندوز استخدمت الدوس. الدوس كانت تعتمد على كتابة اوامر، كنا نعتمد على كتابة اوامر. بينما بالويندوز شو بعمل؟ كليك باليمين نيو فولدر. مين اسهل؟ احفظ اوامر ولا استخدم الماوس؟ استخدم الماوس. اكيد اني استخدم الماوس اسهل. هاي نيو فولدر عملت انا مجلد سميته مثلا CS2. هذا انشاته عن طريق الدوس، هذا انشاته عن طريق الويندوز. اكيد التعامل مع الويندوز اسهل بكثير. بدي اغير الاسم كليك باليمين رينيم غير الاسم سميته CCC مثلا. ماشي. اما هون بدي اكتب امر رين rename CS1 بدي أسميه مثلا CS5 فرضا. rename CS1 وين موجود CS1؟ أنا موجود على السي. إذن CS1 الموجود على السي شو بدي أخلي اسمه؟ CS5. نشوف تشتغل ولا لا. أخذها ما عطانيش إيرور. نشوف هاي تغير اسمها ولا لا. تغير اسمها. هسا لو أنت مش حافظ الأمر ما بتقدر تشتغل دوس صح؟ إذا حافظ الأمر بتقدر تشتغله. وممنوع تغلط بحرف واحد ما رح يصحح لك، لازم أنت تكون حريص بكتابة الأوامر. هاي الفرق بين الدوس والويندوز. والويندوز عندك الدوس بيعتمد على كتابة الأوامر، بينما الويندوز فريندلي أكثر، صديق لإلك أكثر، بتقدر تتعامل معاه بأسلوب أسهل. أوكي، هاي الفرق بين الجرافيكال يوزر انترفيس والكوماند لاين انترفيس. هذا الفرق بين أول نسخة من الويندوز ظهرت متى؟ في 95. ماشي؟ ظهرت الويندوز 95. طب ليش بعدين اتطورت؟ ليش صار في عدة فيرجن 97 بعدين 2000 وكذا؟ ليش تطورت الويندوز؟ عشان تسهل الأوامر وعشان تتوافق مع الهاردوير الجديدة وتكون أسرع. عشان تتوافق مع الأشياء الجديدة، مش بس الهاردوير. صح الهاردوير، وكمان المتطلبات الجديدة. يعني زمان ما كان عندي إنترنت، هسا صار عندي إنترنت، فبدي أضيف خصائص عشان أقدر أتعامل مع الإنترنت. ماشي. إذا مع تطور العلم، مع تطور الخصائص اللي بتتوفر عندي، إحنا بحاجة لإصدارات جديدة. مرات بيظهر إصدار بيكون في بعض البجز، فلازم هاي البجز تتصحح، يعني في مشاكل، فلازم يصدروا فيرجن جديد تصحح هاي الامور، الخطا الموجود، الايرورز الموجوده. اذا بظهر اصدارات جديده عشان تعديل الاوامر، عشان تواكب التعديلات اللي بتصير عندي، الفيتشرز الخصائص الجديده اللي بتصير عندنا. اول ما ظهرت الويندوز، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كان عندنا انه مباشره تشتغل. كان الاوبريتنج سيستم الرئيسي اللي هو الدوس، ومن الدوس نكتب ويندوز عشان ندخل على الويندوز. ماشي. هيك كانت بالأول الأساس الدوس، بعدين اتطورت الأمور. إذا هاي أول خدمة قدم لي إياها الأوبريتنج سيستم اللي هي يوزر انترفيس، واجهة تقدر تتعامل معها. ثاني خدمة بروجرام اكسكيوشن. ليش أنا قاعد أمام الجهاز؟ مش عشان أنفذ برامج. مين بده ينفذ لي البرامج؟ الأوبريتنج سيستم. The system must be able to load a program into memory. أي برنامج أنا أعطيت أمر بتنفيذه معناته لازم operating system يجيب لي إياه للذاكرة. And to run that program. ويعطي أمر للCPU عشان تبلش بتنفيذ هذا البرنامج. And execution. Either normally or abnormally. End execution. لازم هذا البرنامج ينتهي تنفيذه بلحظة معينة. يمكن يكون انتهى بشكل صحيح normally بدون أي مشاكل. أو يمكن صار عندي error
فصار انتهاء لهذا البرنامج abnormally. صار عندي مشكلة فعمل deallocation لهذا البرنامج abnormally. يعني ايش مثلا؟ علق هالبرنامج عندي ما اشتغل، لازم يتوقف، او صار division by zero، او صار مشكلة بعمليات الانبوت اوتبوت، ما فيش ورق بالطابعة. ماشي، اذا ممكن يكون الانهاء بشكل abnormally غير طبيعي، او ممكن الانهاء بشكل صحيح. اذا علق الجهاز مضطر انه يوقف لك التنفيذ abnormal. دائما بعد توقيف البرنامج لازم يحرر الريسورسز اللي كان ماخذها، سواء انتهى البرنامج بشكل صحيح او بشكل غير صحيح. كمان شو بوفر لي الاوبريتنج سيستم؟ انبوت اوتبوت اوبريشنز، عمليات الانبوت اوتبوت. ا رننج بروجرام ماي ريكوير انبوت اوتبوت ويتش ماي انفولف ا فايل اور ان انبوت اوتبوت ديفايس. بدي اقرا واكتب، ممكن استخدم عمليات اجهزه القراءه والكتابه الموجوده عندي، ممكن استخدم فايل، بدي اقرا بيانات من فايل، بدي اكتب على فايل. اوكي، اذا ممكن اتعامل مع الفايل او اتعامل مع الديفايسز. ديفايسز زي ايش؟ بدي اظهر الاوتبوت على الشاشه. اوكي، هاي اوتبوت ديفايس. بدي اقرا عن طريق الكيبورد او الماوس، اذا انبوت ديفايسز. اذا مين المسؤول عن عمليات القراءه والكتابه تتم بشكل صحيح؟ الاوبريتنج سيستم. اذا الاوبريتنج سيستم مسؤول عن عمليات القراءه والكتابه. اذا لحد هلا يوزر انترفيس، واجهه، بروجرام اكسكيوشن بنفذ البرامج، انبوت اوتبوت اوبريشنز بيعمل عمليات الانبوت والاوتبوت. النقطه الرابعه فايل سيستم مانيبيوليشن، بده يتعامل لي مع الملفات. الملفات شيء مهم بده اتعامل معاه، وبتبعها مين دائما؟ الفولدرز، اللي هي طريقة لتنظيم الملفات. الفولدرز طريقة لتنظيم الملفات، فولدر بسميها أو دايركتوري، بحط فيها مجموعة من الملفات بتخص شغلة معينة لعملية الترتيب، عشان أرتب أعرف إني أوصل لهاي الأشياء اللي بتخص هيك موجودة هون. مش ضروري كل الملفات الموجودة بهاي الفولدر تكون من نفس النوع، ممكن تكون من أنواع مختلفة. عندي كل ملفات ال 130 مثلا، سي اس 130، حاططها مع بعض، في منها فيديوهات، في منها باوربوينت، في منها ملف تكست. إذا حسب، مش مهم الأنواع إنها تكون مع بعضها، المهم أنا بقسم بناء على المواضيع عشان تكون أمور أرتب عندي وأقدر أوصل لها بسهولة. إذا file system manipulation، the file system is of particular interest، مهم. Programs need to read and write files and directories. إذا أنت بتتعامل مع ملفات ومع مجلدات بحاجة إنك تقرأ. Create and delete them، بحاجة إنك تنشئ وتحذف ملفات ومجلدات. بحاجة إنك تعمل سيرش، تبحث عن شغلة معينة. بدي أبحث عن ملف معين، بدي أبحث عن كلمة معينة داخل هذا الملف. List file information، بحاجة إنك تعرف المعلومات عن هذا الملف، مثلا حجم هذا الملف، مثلا مكان تخزينه. Permissions، شو الصلاحيات لهذا الملف. كل هاي الأوامر أنت بتعطي الأمر، والأوبريتنج سيستم بينفذ لك الأمر اللي أنت محتاجه. خامس نقطة بالسيرفيسز، communications. شو يعني communications؟ اتصالات. أيوة، التواصل أو الاتصالات بين البروسيسز، بين الأجهزة. Processes may execute information on the same computer. Exchange، sorry، تتبادل المعلومات on the same computer or between computers over a network. إذا ممكن يكون عندي الكوميونيكيشن بطريقتين، إما communication may be via shared memory، ذاكرة مشتركة، or through message passing packets moved by the operating system. إذا في عندي طريقتين للتواصل، اللي هي shared memory، غالبا لما يكون على جهاز واحد تتواصل هاي البروسيسز عن طريق shared memory. وإذا كان عندي أكثر من جهاز فمعناته، أو أكثر من سيستم، معناته بدها تتواصل عن طريق message passing. غالبا بيكون في عندك network وبدنا نتواصل بين هاي الأجهزة المختلفة عن طريق message passing، بين البروسيسز المختلفة عن طريق اني اطلب شغله معينه يبعث لي اياها. مين اللي بدير هاي الاوامر كلها؟ الاوبريتنج سيستم. التعامل مع الميموري بيكون مباشره، بيقدروا التو بروسيسز يوصلوا لهاي الميموري. ماشي، بس طبعا بسيطره الاوبريتنج سيستم عشان ما حدا يحاول يدخل على مساحه مش مخصصه لإله. بينما المسج باسنج لازم الامر يروح للاوبريتنج سيستم، وبعدين الاوبريتنج سيستم يبعث الرد ويعمل هذا التواصل بين
to processes. إذن التواصل ممكن يكون عن طريق shared memory أو عن طريق message passing. غالباً shared memory على نفس السيستم والmessage passing إذا كان عندي أكثر من جهاز. Error detection. الـ operating system مسؤول عن اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. Operating systems need operating system needs to be constantly aware of possible errors. شو الايرورز اللي ممكن تصير عندي؟ may occur in the CPU and memory hardware. ممكن الايرور يصير كهاردوير بالCPU بالميموري بالانبوت اوتبوت ديفايسز ببرنامج المستخدم. اذا ممكن تكون الايرورز هاردوير او سوفتوير. هاردوير زي CPU زي الميموري زي الانبوت اوتبوت ديفايسز. ممكن تكون بالبرنامج نفسه. اذا الاوبريتنج سيستم بده يعرف يتعامل مع انواع الايرورز المختلفه. ماشي؟ مثلا صار عندي دوران لا نهائي بالسي بي يو، لازم الاوبريتنج سيستم يسيطر على الوضع عشان ما تظل هاي البروسيس تتنفذ بالسي بي يو. حاول مثلا برنامج يدخل على برنامج ثاني اذا بالميموري، ما بصير، ممنوع. اذا لازم الاوبريتنج سيستم يسيطر على الوضع. ماشي؟ صار مشكله بالورق او بالحبر بالنسبه للبرنتر، صار مشكلة ببرنامج اليوزر ديفيجن باي زيرو. إذا كل أنواع الايرورز لازم الاوبريتنج سيستم يحاول يسيطر عليها. هل كل أنواع الايرورز إلها نفس الكود؟ لا، كل ايرور إله كود خاص فيه عشان يحله. For each type of error, operating system should take the appropriate action to ensure correct and consistent computing. إذا لازم الاوبريتنج سيستم ياخذ التصرف الصحيح، لازم ينفذ الكود المناسب لهذا الايرور. ممكن الايرور يكون هاردوير، يعني مثلا الميموري ما اشتغلتش، السي بي يو ما اشتغلتش، فصار عطل بالجهاز نفسه. اذا الاوبريتنج سيستم لازم يعرف يتعامل مع انواع الايرورز المختلفه، يعطيك على الاقل مسج بهاي الايرور شو المشكله اللي عندك عشان يتم السيطره عليها. اذا اول سته حط لي اياها بمجموعه اللي هي helpful to user، بتساعد اليوزر. شو هم أول ستة؟ انترفيس، تنفيذ البرامج، عمليات الانبوت اوتبوت، عمليات التعامل مع الملفات، عمليات الكوميونيكيشنز، والايرور ديتكشن، يعرف يتعامل مع الايرورز. هذا كله بيساعد اليوزر. هلا المجموعة الثانية سماها للإفيشنسي، for ensuring the efficient operation of the system itself via resource sharing. في مجموعة من البروسيسز بدها تتشارك بالريسورسز، فلازم يكون عندي التشارك هاد efficient. أول إشي resource allocation. الأوبريتنج سيستم مسؤول عن إعطاء الريسورسز بشكل fair، لازم يعطي الريسورسز بشكل في عدل، يعني بين البروسيسز المختلفة. ما بدي بروسيس تسيطر على الوضع والبقية ما يشتغلوش. إذا when multiple users or multiple jobs running concurrently بنفس الوقت، resources must be allocated to each of them. لازم الـ resources تتوزع بينهم. Many types of resources زي CPU cycles, main memory, file storage, input output devices، كل هاي resources لازم تتوزع بشكل صحيح بين الـ processes المختلفة. مهم الـ CPU تتنقل بينهم، مهم الـ main memory تاخذ جزء من هدول البروسيسز تنفذ، بعدين اللي بتخلص منها نحررها، نحرر هذا المكان نجيب بداله، وهكذا. الفايل ستورج بدنا نتعامل مع الملفات، نتعامل مع عمليات انبوت اوتبوت ديفايسز، اذا لازم الاوبريتنج سيستم يسيطر على هاي العمليات كلها بحيث انه يوفر الافشنسي لليوزر. ما بدي بروسيس تضل شغاله والثانيات يموتوا، لا، الكل بده يشتغل مع بعض. كأنه بيشتغل مع بعض بس هو فعليا وحده بالوقت، لكن لما بتنقل بينهم تايم شيرنج فكأنهم بتنفذوا بنفس الوقت. الاكاونتنج، الاحصاءات، to keep track of which users use how much and what kinds of computer resources. بدنا نعرف اي يوزر بيستخدم ايش. اوكي، how much and what kinds of computer resources. هذا اليوزر استخدم السي بي يو لمده كذا، استخدم الميموري، استخدم كذا. مرات هاي الإحصاءات بتهمنا بحد ذاتها عشان نعرف مثلا مدى الاستخدام، هل أنا بدي أطور بهدول الديفايسز كذا، وممكن تكون عشان شغلات فواتير، يعني بده يدفع فبدي أحسب له. إذا هاي اسمها accounting. The protection and security برضه مهم وحكينا عنه مسبقا،
حكينا الفرق بين البروتكشن والسكيورتي، مين بتذكر؟ أنا دكتور. تفضل. البروتكشن هو اللي بيحمي من بيحمي الهاردوير أو الأوبريتنج سيستم من الكراش مثلا، الأخطاء. أما السكيورتي صح؟ بيحمي الريسورسز الموجودة بالسيستم. أما السكيورتي بيحمي من الفيروسات، من الدخول الغير مسموح سواء كانت داخلي. صحيح. تفضل. بس هذا الفرق بينهم. ممتاز. إذن protection and security, the owners of information stored in a multi-user or network computer system may want to control use of that information. Concurrent processes should not interfere with each other. ما يكون عندي أكثر من بروسس بيشتغلوا بنفس الوقت، معناته ما بصير يتداخلوا، ما بصير وحدة تتجاوز حدها مع الثانية، كل واحد إله جزء مخصص لإله لازم ما يتجاوزه. إذن protection involves ensuring that all access to system resources is controlled. إذن حماية الريسورسز، أوكي، حماية النظام نفسه، حماية الريسورسز، CPU الميموري ما بصير حد يتعدى حدوده بالتعامل معهم. بينما السكيورتي بدي أحمي النظام من الهجمات الخارجية أو الداخلية زي الفيروسز زي الورمز وهكذا. Security of the system from outsiders requires user authentication. لازم authentication عادة بيكون عن طريق ID وباسورد، إذا عشان ما يصير عندنا أي invalid access. هاي بالنسبة للـ efficient services اللي بقدمها الـ operating system، اللي هم resource allocation, accounting, protection and security. إذا هيك صار عندي 9. 6 حط لي إياهم بالمجموعة الأولى، هدفهم المساعدة، مساعدة اليوزر، وثلاث حطهم بالمجموعة الثانية، هدفهم الإفشنسي، هدفهم الإفشنسي. طلع على هذا الفيجر، إحنا عنا يوزر، عنا بروغرامز سواء سيستم أو أبليكيشن بروغرامز، عنا أوبريتنج سيستم، عنا هاردوير. حط لي السيرفيسز هنا بين اليوزر وبين الأوبريتنج سيستم والهاردوير. هاي السيرفيسز اللي بقدمها الأوبريتنج سيستم. أنا بتعامل مع الواجهة اليوزر انترفيس، ممكن تكون كوماند لاين أو جرافيكال يوزر انترفيس أو باتش، ماشي، هاي الواجهة اللي أنا بتعامل معها. أنا بعطي أمر يعني سيستم كول عن طريق هاي الواجهة اللي أمامي، عملت دبل كليك، عملت كليك باليمين رينيم، أنا عطيت أمر. إذا واجهة، هاي الواجهة اللي أنا بتعامل معها، بعطي أمر يعني بعطي سيستم كول، أمر للأوبريتنج سيستم عشان ينفذ. شو بيعمل الأوبريتنج سيستم؟ بقدم الخدمات اللي ذكرناها هلا، بروجرام اكسكيوشن، يمكن أنا بدي أعطي أمر عشان أنفذ برنامج أو أعمل انبوت اوتبوت أو بدي أتعامل مع فايل أو بدي كوميونيكيشن تواصل أو بدي ايرور ديتكشن صار مشكلة. هدول المجموعة الأولى مع اليوزر انترفيس. المجموعة الثانية resource allocation والaccounting والprotection and security. هايو resource allocation وaccounting وprotection and security، هدول الثلاث اللي هم المجموعة الثانية. هاي services الخدمات اللي بقدم لي إياها الoperating system. إذا أنا كيوزر بتعامل مع الانترفيس، بعطي أمر بتنفذ إشي من الخدمات اللي موجودة عندي حسب الأمر اللي أنا عطيته. مين اللي بينفذ؟ الأوبريتنج سيستم بيوفر لي هاي الخدمات. إذا ما في تواصل مباشر إلي مع الهاردوير، في بيننا مين؟ الأوبريتنج سيستم بيسيطر على كل العملية. واضح ولا لا؟ تمام دكتورة. إذا User Operating System Interface، حكينا الانترفيس ممكن تكون Command Line Interface وممكن تكون graphical user interface. أعطينا هون مثال على الـ command line interface أو command interpreter allows direct command entry. أنت بتدخل الأمر مباشرة. نعم يا ليث. دكتورة ممكن يكون الاثنين مع بعض؟ ممكن يكون الاثنين مع بعض زي ما حكينا باك سيستم. معلش لحظة شوي.
إذا ممكن يكون عندي command line interface، ممكن يكون graphical user interface، وبعض systems تستخدم الاثنين مع بعض. بعض systems تستخدم الاثنين مع بعض. زي ما أنت شايف هلأ الويندوز هي graphical user interface، نادرا ما نستخدم الدوس، بس المتخصصين بيستخدموا الدوس، يعني موجود من ضمن الويندوز بقدر أروح على الدوس إذا موجودة. أوكي، ممكن يكون عندي أكثر من نظام مع بعض. الكوماند انتربريتر allows direct command entry، زي ما شفت هلا على الدوس انا دخلت امر. ماشي، هون معطيني مثال على born shell command interpreter، برضه هون بيعتمد على ادخال الاوامر. sometimes implemented in kernel sometimes by systems program، هاي الاوامر معمول لها implementation يعني مبرمجه بالكيرنل. لما بتسمع كلمه كيرنل يعني operating system، يعني السيستم نفسه، واحيانا بالسيستم programs، البرامج اللي إلها علاقة بالسيستمز. Sometimes multiple flavors implemented shells، بسموها shells. Primarily fetches a command from user and executes it. دائماً أول خطوة fetch، جلب الأمر، نجلب الأمر. ماشي، بعدين بترجمه، بعدين بنفذه. بجلب الأمر، بترجمه، وبعدين بنفذه. الجرافيكال يوزر انترفيس زي الويندوز حكالي يوزر فريندلي. هلا مين فريندلي اكثر، انك تتعامل مع كتابه اوامر ولا تتعامل مع الماوس؟ تتعامل مع الماوس، يعني الويندوز فريندلي، صديقه اكثر من الدوس. هلا بطل حدا يكتب دوس الا اذا هو متخصص، فمعناته احنا بنتعامل مع الويندوز. هلا الطفل اللي عمره 3 و4 سنوات تعامل مع الويندوز ما عنده مشكله، والاسهل عليه كمان التليفونات الاندرويد. ماشي، كلها هاي اوبريتنج سيستمز. يجي على الويندوز ديسكتوب، بنسميه شو يعني ديسكتوب؟ سطح المكتب، صح؟ ديسكتوب انترفيس بيعتمد على استخدام ايش؟ ماوس، كيبورد، واحيانا الشاشه، صح؟ اذا كانت تاتش. Icons represent files، تعرف الايكونز اللي على الديسكتوب، الرسومات هاي الصغيره، بتمثل ملفات، بتمثل بروجرامز، بتمثل اكشنز معينه بدك تعملها. كيف بشتغل على الويندوز؟ دبل كليك بالماوس او كليك various mouse buttons over objects in the interface cause various actions. مجرد ما عملت دبل كليك انت بتعمل بامر. شو هذا الامر؟ نفذ برنامج، افتح فولدر، افتح ملف. اوكي، اذا حركات بسيطه بالماوس عباره عن اوامر. Many systems now include both command line وجرافيكال يوزر انترفيس. في سيستمز كثيره هلا فيها الاثنين، زي مايكروسوفت ويندوز ان از جي يو اي جرافيكال يوزر وذ كوماند لاين، الاثنين مع بعض. كمان مثال ثاني الابل ماك او اس اكوا with Unix، تشتغل على الماك او اس، تقدر تتعامل مع جرافيكال يوزر انترفيس، وبتقدر تروح على الكيرنل اليونكس كيرنل وتشتغل اوامر. اليونكس كتابه اوامر زي ما فرجيتك الدوس، اذا نازل عندك اليونكس بتقدر تتعامل معه بكتابه اوامر معينه على الشاشه. لينكس هاف command line interface with optional graphical user interface. في عندي يونكس، في عندي لينكس. هلا اللينكس الاساس فيه command line، والجرافيكال موجود بس optional. تركيزنا وايش؟ على الكوماند لاين. غالبا بيشتغل لينكس، لينكس مش اشي سهل، فغالبا المتخصصين هم اللي بيشتغلوا فيه، فغالبا بيكون graphical command line interface. هيك متعودين من زمان وضل اوكي، بس اضافوا له الجرافيكال يوزر انترفيس. انا بالبيت مش هنزل لينكس، يعني الويندوز اسهل لي، بتعامل مع الويندوز، بينما المتخصصين بيروحوا بينزلوا لينكس لامور النتورك وشغلات يعني تفصيليه. بهمنا فيه دائما السكيورتي، اذا في اشياء تفصيليه فعاده اللينكس بيستخدموه المتخصصين، عشان هيك التركيز على الكوماند لاين. الكوماند لاين ماشي، بس في جرافيكال يوزر اوبشنال. هاي ال CDE ال KDE يعني هاي فيرجنز من اللينكس، فيرجن من اللينكس. هذول جرافيكال انترفيسز دكتورة. ها
graphical interfaces اوكي بس هم عبارة عن ايش؟ تابعين للينكس صح؟ versions of Linux versions للgraphical interface للينكس هاي ماك حكينا انه بتعامل مع الثنتين هاي graphical user interface وفي كمان انك تتعامل مع الكوماند لاين تاتش سكرين انترفيسز كلنا معنا تليفونات تقريبا والكل شايف كيف تاتش هل مهم الماوس عندي؟ لا دكتور لا احنا بتعامل مع واجهه مباشره بضغط باصبعي مجرد ما ضغطت باصبعي يعني بعطي امر صح؟ اذا تاتش سكرين ديفايسز ريكواير نيو انترفيسز ماوس not possible or not desired اذا ما بتعاملش مع الماوس اصلا مش مرغوبه الاكشنز عن طريق الايماءات لما بحكي لك ديسشارج ايماء يعني مجرد ما انت اشرت مجرد ما حتى هل عندي كيبورد دكتور في كيبورد بيكون يعني من جوه الجهاز نفسه اصلا بس تاتش لا يعتبر كيبورد هاردوير مش يعني مش واقعي صح يعتبر. مش واقعي صح فيرتشوال كيبورد صح اذا هو مش واقعي هو خيالي بفرجيك الازرار ماشي بقدر اضغط بس هل هو كيبورد كهاردوير لا مش كيبورد كهاردوير صح اذا فيرتشوال كيبورد وهمي فور تكست انتري وشو كمان ميزه للتاتش سكرينز هدول الفويس صح صار الطفل يمسك لك التليفون يحكي بلا 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 ايش بيكتب له هذا الاشي اللي هو كتبه ببحث له عنه مثلا اذا بيعمل سيرش اذا فويس كوماند صار بيعتمد على الفويس فهذا اشي سهل كثير الحياه العمليه عندنا طبعا ممكن تعامل مع الاي او اس ممكن تعامل مع الاندرويد تليفون هو عبارة عن كمبيوتر صح ولا لا؟ تليفون عبارة عن كمبيوتر بعض البرامج أنا ممكن أنزلها على التليفون وممكن أنزلها على البي سي تبعي البيرسونال كمبيوتر تبعي بس بتلاحظ أنه بيعمل لي فيرجن معين للكمبيوتر وفيرجن معين للتليفون غالبا بتكون خصائص اللي عامل لي إياها عشان التليفون أقل شوي ليش؟ شو المشكلة الأساسية بالتليفون؟ دكتور محدودة ليش يعني دكتور السي بي يو بيكون المعالج اقل من اللابتوب او البي سي بشكل عام وليش دائما بنعمل الخصائص اقل عشان في عندنا مشكله البطاريه صح بدي اضلني اشحن ذاكره بديش اشياء تاثر على البطاريه كثير شو الاساس بالتليفون هالبطاريه تبعته صح فما بدي شيء ياثر على البطاريه كثير ما بدي اضل مستهلكه ماشي بدنا نحافظ عليها فعشان هيك عادة بيكون يعني الفيتشرز أخف عندي على التليفون عشان ما يصير ضغط على هالبطارية والشغل الثاني بالتليفونات الشاشة مين شاشته أكبر حجم الشاشة طبعا عندي بالتليفونات بنفضل يكون صغير ليش لأن بدي إياه محمول أتنقل فيه وين ما بدي فعادة التليفون فيه شغلتين مهمات اللي هو حجم الشاشة ركز عليها والبطارية بتهمني فما بدي أضغط على البطارية الموجودة عندي ماشي الحال هاي موضوعنا اليوم اللي هو السيرفيسز للأوبريتنج سيستم وشفنا أنواع الانترفيسز الموجودة عندنا واضح يا جماعة في حد عنده أي استفسار نتوقف لحد هون مرة نعم يعطيك العافية دكتورة بس بدي أحكي لك حسيات لو إنه الميزات الموجودة مثلا بالكمبيوتر العادي يعني هارد ديسك الموجودة فيه ما راح يستحمل حجم الهاتف مثلا يعني مش كل إشي موجود بالكمبيوتر موجود بالتليفون صح الميزات أقل عندي صح أكيد لأنه الهاردوير الموجود عندي مش بي كفاءة الهاردوير الموجود عندي بالبي سي العادي صح ولا لا أكيد في عندي أشياء أخف وحكيت لك كمان إنه موضوع البطارية كثير مهم صح عندي أنا باللابتوب بطارية بس التليفون يعني استخدام يوم كامل أنت تستخدمه باستمرار
فبدك تحاول انه تحافظ على البطارية قدر الامكان. يعني نفس البرنامج لو احنا نزلناه على الجهاز او نزلناه على التليفون بتلاحظ انه الفيتشرز شوي بتختلف، بيكون اخف على التليفون لاني ما بدي اضغط عليه كثير. واضح؟ يعطيك العافية دكتورة. هلا هلا فيك. مين عنده اي استفسار؟ اذا زي ما اتفقنا يوم الاربعاء كويز صغير بالساعة المرنة على موضوع التشابتر الاول. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا. نعم دكتورة. نعم يعطيك العافية، بس هلا. اغلبك انا المحاضرة الماضية ما حضرت، فبدي اعرف رقم التسلسل. طيب لحظة شوي.